كل سنة وانت حبيبتي. الله، ايه الحضن الجميل ده؟ عارفة انت فيكي حاجة غريبة النهاردة، فيكي حاجة خلياني عايز اسيب الحفلة وافضل في حضنك طول الليل. أنا جايب لك هدية وأرجو إنها تنال إعجابك. إيه ده، أنت ما لبستيش لسه؟ لازم تلبسي حالا. أنا هستناكي في قاعة محمد علي. أنا مش هنزل من غيرك. شويكار، خديني بيت الأدب. أمر ما عليك. تعالي جولنار، تعالي اختاري أي حاجة من مجوهراتي، نقي اللي يعجبك عشان تلاقي مقامنا المصون. مقامنا المصون؟ مقامنا المصون ايه بس يا سفينه؟ انت مش هتصدق اللي حصل. سمو الخديوي معظم طبعا دخل عليا وافتكرني انتي واداني الخاتم ده هديه وقال لي ايه رايك فيه. ما انت قصص بس الخاتم شو جزل افتكرك انا وليه لا؟ كوني انا يا جولنار. انت جواكي بيكبر طفل وانت مش عايزاه، وانا من غير الطفل ده عمري ما هكون سلطان. كوني انا لحد ما تولدي وانا هكون انت، كده هيكون شكلك افضل قدام الناس وانا هيكون شكلي افضل قدام الخديوي. ايوه بس افرضي مثلا ان الخديوي طلبني هروح له انا طبعا. طب وانا بطني لما هتكبر انت هتروحي له ازاي؟ هتتعذري بتعب الحمل. ارجوك يا جولنار اقبلي لطفا. جولنار لطفا. بس انا خايفه حد ياخد باله، محدش هيلاحظ. اديكي شايفانينا طول الوقت بتتلخبط فينا. رايحه فين؟ رايحه اديلك الفستان بتاعي وانا هلبس اي حاجه تانية.